في 25 من مايو الماضي أعلن أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس عن أسر جنود للاحتلال في مخيم جباليا شمال قطاع غزة. ونشرت القسام وقتها مقطع فيديو يظهر جنديا ملقى على الأرض ويسحبه أحد المقاتلين داخل أحد الأنفاق، لكن جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يقر عملية الأسر وسارع إلى نفيها. إسرائيل ظلت في حالة ترقب لما ستعلنه القسام عن تفاصيل جديدة لهذه العملية، خصوصا أن القسام كانت قد ألمحت إلى أنها لم تكشف إلا عن القليل من التفاصيل التي سمحت بنشرها. فكانت المفاجأة يوم أمس عندما نشرت القسام مقطع فيديو يظهر صورة الجندي الإسرائيلي الذي قتل في العملية وسحبت جثته. وفي التفاصيل الجديدة لعملية جباليا التي أفصحت القسام عنها، فقد أفادت تمكن مقاتليها من استدراج جنود الاحتلال إلى أحد الأنفاق بعد أن أدخل جيش الاحتلال طائرة درون إلى النفق لاستكشافه. وبمجرد خروج الدرون من النفق، تقدم المقاومون إلى مكان الكمين وانتظروا الجنود واشتبكوا معهم وأجهزوا على 2 منهم. وبحسب معلومات أظهرها مقطع الفيديو الذي نشرته القسام، فإن جنود الاحتلال وقعوا في كمين ثان بعد أن حفروا المنطقة المحيطة بعين النفق وأدخلوا قوة إسرائيلية جديدة إليه لاعتقادهم أن المقاومين انسحبوا من المكان. لكن المفاجأة كانت عندما اشتبك المقاتلون معهم وفجروا عبوات كانوا قد أعدوها مسبقا لهذه القوة. اللافت في مقطع الفيديو مشاهدينا ما أشارت إليه القسام عند كشفها صورة الجندي مخاطبة حكومة الاحتلال وعائلات الأسرى الإسرائيليين. فقد قالت القسام: أحد أفراد القوة المستهدفة في قبضتنا، أنتم تعرفون هويته جيدا، لماذا تكذبون على جمهوركم؟ وتساءلت: أهو من المرتزقة الذين لا تعلنون عنهم منذ 7 أكتوبر، أم أن عنصريتكم حاضرة حتى في التفريق بين قتلاكم؟ بحسب كتائب القسام، منصات التواصل الاجتماعي شهدت تفاعلا واسعا مع فيديو القسام. الإعلامي والناشط الفلسطيني محمد المدهون قال: بعد نشر القسام صورة الجندي القتيل الذي أسر في ظل نفي جيش الاحتلال وقوع أي عمليات أسر في كمين جباليا، فإن كل خيارات الاحتلال أمام هذه الصورة ستكون فضيحة كبيرة. تابع المدهون: إذا تبين أنه من المرتزقة فهذه فضيحة أكبر، فتظهر عجزهم واعترافا ضمنيا بعدم كفاءة جيشهم لخوض معركة كبيرة كهذه، مما دفعهم إلى الاستعانة بالمرتزقة حسب وصفه. أما سالم محمد فيعتقد أن مقطع الفيديو سيشعل الشارع الإسرائيلي، مضيفا أن قوة المقاومة من قوة موقفهم ومن ثقتهم بالنصر وليس من العدم بحسب سالم. بينما قال وئام غربي: مجرد إعلان الكيان عدم أسر
جنود له، إن صدق وهو كذوب فهذا إن صح وبوجود أدلة موثقة للمقاومة يعني أن هناك مرتزقة حسب تغريدة وئام.